يمكن الحديث عن جلسات الحوار الوطني حديث مستمر، وكان يمكن في امبارح جلسة عن الهوية المصرية على طاولة الحوار الوطني. زي يمكن أن نحافظ على ملامح هذه الهوية المصرية مش بس داخليا لكن كمان بالنسبة للعالم، لأنه ده بيتعلق شوية بتماسك المجتمع نفسه، التواصل ما بين الأجيال، علاقتنا بكل حاجة في بلدنا وحتى بلغتنا، بديننا، بعاداتنا، بتقاليدنا، بالمعتقدات اللي تربينا عليها. إزاي ده ممكن يكون منعكس على الفنون والتراث وجميع العناصر اللي بتشكل هوية وطننا الغالي. خلينا نعرف مع حضراتكم دلوقتي يعني أهمية طرح هذه القضية على طاولة الحوار الوطني، وإيه المقترحات اللي ممكن تعزز يعني تصدير هذه الصورة عالميا مش بس يعني الحفاظ عليها داخليا. من الدكتور بسام الشماع عالم المصريات، مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ومسألة تصدير الهوية المصرية وتقديمها بصورة اللائقة، كيف يمكن أن يكون هذا، وما هي المقترحات اللي تمت في جلسة الهوية الوطنية داخل الحوار الوطني؟ الحقيقة عندما بدأ الكلام في الحوار الوطني امبارح في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، الحقيقة كان لكل واحد فينا 4 دقائق يعرض فيها أفكاره واقتراحاته. كان هناك ناس تكلمت عن ومن قبائل سيناء العظيمة، استمعنا إلى اقتراحات من الجنوب العظيم، استمعنا إلى قبائل مصرية على أعلى مستوى، الحضارة، التاريخ، التعليم، الأحزاب، مخرجين، مذيعين، فنانين، علماء مصريات، واحد زي حالاتي اتكلمت أيضا. المنصة ذات نفسها كانت محمد سلماوي، دكتور مجاهد، دكتور سلماوي، يعني كان الحقيقة القاعة كلها مفعمة كده بالحضارة والثقافة والفنون وتأصيل فكرة إحنا شعب لا يمكن هتقدروا في أي حتة وفي أي مرحلة تاريخية. ده رسالة للعالم بقى أو للناس اللي هي بتحاول على مدار تاريخنا نزع ذلك الجذر القوي الذي يسمى الحضارة المصرية. صحيح. وأنا الحقيقة في كلمتي ابتديت بأن أنا كنت بطمنهم أن إزاي إن الشباب المصري كله قام قائمته وانهضر كالفيضان وكالبركان أمام محاولة حدثت خلال الشهر اللي فات في تغيير ولو جزء حتى من تاريخ لامرأة لم تكن مصرية ولكنها ولدت في مصر، وهي طبعا كليوباترا. وفي الحقيقة دكتور بس دي نقطة مهمة جدا وإيجابية، لأنه دايما بتتهم الأجيال الصغيرة دي أنه يعني عندها حالة كده من الجفا وما عندهاش خالص. الحفاظ على الهوية، لكن الغيرة الكبيرة اللي حصلت على تاريخنا وتراثنا وشفناها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان المحرك الرئيسي فيها الشباب، شيء مهم جدا وشيء إيجابي جدا. وعلشان كده أنا ابتديت بيها الحديث بتاعي أمس عندما تكلمت، قلت لهم أنا بطمنكم، إحنا محتاجين شوية إن الشباب والكبار دفاعهم عن الحضارة، دفاعهم عن التاريخ يكون منضبط بنسبة معينة، نبعد شوية برضو عن طريقة ممكن أبقى أنا متعصب شوية، متحمس زيادة عن اللزوم. فإزاي الخبرات بتاعت الناس اللي زي حالاتنا، اللي بقى لها واحد زي حالاتي بقى له 40 سنة بيقرأ تاريخ، حاضر في الخارج، يعرف كويس شخصيات الأجانب، كيف نصدر تاريخنا بشكل طبيعي وجميل وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه مبالغات، وكمان لا نبخس الحضارات الأخرى حقها كما لا نبخس حقنا احنا كمان ونفتخر بحضارتنا. مادة الحضارة هي اللي أنا اقترحتها، مادة تدرس في المدارس من سنة تالتة ابتدائي، واقترحت أن المادة دي تبقى مادة مش مادة رسوب ونجاح علشان ما يحصلش برضو فكرة الهروب من حصة التاريخ ومن الأرقام ومن الأسماء. في حقيقة الأمر مادة الحضارة اللي هي وجهة نظري واللي عرضتها امبارح في الحوار الوطني ملهاش أي علاقة بفكرة الأسماء والأرقام والتواريخ والأحداث اللي احنا كلنا حافظينها، ولكن سوف تكون مادة خفيفة معلوماتها لطيفة وحيكون فيها تصحيح وحيكون فيها الرجوع للجذور المصرية. ما أحوجنا الآن أننا نرجع لجذورنا المصرية. احنا بنقول تاريخ وبنقول عظمة مصر في التاريخ، وانا بنقول كده علشان نقول نحط ايدينا على خدنا ونقول احنا كنا عظماء؟ لا، احنا بنقول كده علشان نبتدي من حيث انتهى اجدادنا. احنا بنتكلم على حضارة 7000 عام بقالنا مليون سنة في الاعلام وفي الافلام وفي التلفزيون والافلام التسجيلية تسمعي دائما وابدا 7000 سنة. طيب ما قولكم في ان كانت ويكس الرجل الامريكاني عالم المصريات الذي يعني عبر في اكثر من 45 عاما في الاقصر يعيش ويدرس كل سنتيمتر في طيبة
القديم على الأقصر قام علينا بحتة جملة، يعني لو لم يكن قالها غيرها لا صنعت له تمثالا في ميدان التحرير. قال هذا الرجل كانت ويكس أن المصريين، إن البشر عاش على أرض تيبا منذ على الأقل 500,000 سنة. هذا رجل عالم من التوب 5 أو من أعلى 5 علماء مصريات في العالم. عندما يتكلم كانت ويكس يستمع العالم إليه، وهو يقول لنا بمنتهى الموضوعية ومنتهى الإثباتات عن طريق الاكتشافات الأثرية أن الحضارة المصرية ترجع إلى أكثر من 500,000 سنة. واحد، اتنين، فتح يدرس في مادة الحضارة. اتنين، إعادة كتابة التاريخ. ثلاثة، الاستعادة للأسماء الصحيحة. أنا مش لازم أمشي على الأسماء اللي حطها لي بعض الناس اللي معرفوش يكلموا هيروغليفي كويس. يعني مفيش ملك اسمه تحتمس، هو الجحوتي ماسي. مفيش ملك اسمها حتشبسوت، هي حتشبسوت. الهيروغليفيات بتقول كده، هو نعرمر وليس نارمر. طيب نقول برضو تاريخ سيناء، يعني عندما تكلم ممثل سيناء امبارح الحقيقة تكلم بكلام في منتهى الأهمية، ويجب أن احنا نصدر للعالم كما تفضلت حضرتك فكرة سيناء. من منا يعلم أن سيناء في أوائل القرن العشرين تم اكتشاف فيها بروتوساينيتك سكريبت، الكتابات السينائية المبكرة التي أثرت في الفينيقية، في اليونانية، في اللاتينية. إذن الذي علم أوروبا هي سيناء. تخيلوا، الهجائية السينائية هي التي علمت أوروبا الهجائية الـ ABC، فبالتالي أو الألف باء فاء في الهجائية الأجنبية. إذن يعني حضرتك بتتحدث عن مسألة أنه كل هذه المعلومات يجب أن تدرس، وانه يعني التعليم جزء اساسي في مساله العوده للهويه المصريه وشكل يعني عرضها للعالم. ده لازم يبتدي من وهم الاطفال في المدارس، يكون عندهم كل هذه المعلومات بشكل مبسط. يمكن نتطرق للمسرح، يعني يمكن استخدامه يعني في مثل هكذا يعني حديث عن الهويه. هم تكلموا على فهم، انا كنت اقول ان على المسلسلات والسيناريست والمخرجين ان هم يتوخوا الحذر ويقعدوا مع علماء، لان الافلام والمسلسلات بيبقى فيها اخطاء تاريخيه كثيره. اخيرا، الوطنيه لا تخترع، الوطنيه لا تخترع، هي مزروعه جوانا يا جماعه. علينا فقط ان نروي هذه الوطنيه بكل هذه الاسانيد والاساليب اللي انا ذكرتها. صحيح. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور بسام الشماع عالم المصريات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.